ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج العذراء، هنتكلم النهارده على توقعات الاسبوع الاول لشهر اغسطس لعام 2022. مبدئيا كده برج العذراء، انت هتحس ان دخلت الشهر عليك رائعه جدا ومميزه، برغم ان الشمس موجوده ببرج الاسد المنزل ال 12 بالنسبه لنا. جدا هقول لكم ليه. مبدئيا انت بتدخل الشهر القمر موجود ببرجك، يعني يوم واحد في الاسبوع هتحس كتير ان انت متألق، هتحس كتير بنفسية حلوة، هتحس كتير اي نعم شوية انك ممكن تكون مخدوع ببعض النقاط، يعني هتحس بانخداع ببعض النقاط، اللي هو هتحس كتير ان انت نفسيتك مفتوحة على الحياة قوي وعايز تنطلق قوي، وهتحس ان الدنيا تبدأ تلعب معاك والجو ده. هو بالفعل احنا عندنا ايام مميزة المفروض ان احنا نستغلها، اللي زي يوم واحد في الشهر. يوم واحد بالنسبة لك رائع، مميز، جيد، جميل جدا، لطيف كتير، اجواءه حلوة، حالة استمتاعية لطيفة جدا بالفعل، وقت هيبقى بالنسبة لك حلو لو انت عايز تصلح علاقات، تتخذ خطوات مهنية والخ. تمام؟ فاذا هو يوم لطيف، وهتحس ان انت الاسبوع بيبدا كده او الشهر عامه، احنا كده يوم واحد فتحه شهر اصلا، فهتحس كتير ان هي في فتحه ايجابيه، في خير بالنسبه لك، فده هيبقى موجود كتير. بس عطارد كمان موجود ببرج الاسد اول 3 ايام، يعني يوم واحد ده عطارد موجود ببرج الاسد، بس مش هياثر معاك بشكل قوي بسبب وجود القمر وبسبب المريخ الموجود ببرج الثور، هيدي لك دفعه قويه لتصليح الاحوال بالنسبه لك. طيب بالنسبه لك ده اذا يوم واحد، خلينا نقول الايام الافضل والايام اللي مش افضل، وهقول لك دلوقتي الوضع المهني والتاثيرات الخاصه عليك ايه. طيب فيوم واحد من الايام الرائعه كتير والمميزه جدا جدا وتالق حقيقي بتعيشه برج العذراء. الايام اللي مش افضل بالنسبه لنا، هو يوم بالنسبه لك هو مش افضل صعوبه، بس هو مش افضل يعني اللي هو فيه ضغط شويه، يوم 7 ويوم 8 اخر يومين في الاسبوع. بالنسبة لك القمر موجود ببرج القوس، هنا اقدر اقولك ان انت عندك في مشاكل عائلية او جدل وخلافات عائلية، ضغوط عائلية، بتسعى كتير الى الاستقرار، بتسعى كتير الى تصليح علاقات، الى اخذ خطوات جيدة او جديدة، الى ان في مشاكل عائلية، في خلافات عائلية، والامر ده بيربكك جدا جدا. طيب بالنسبة ده يعني هو اليومين خلافاته اكتر ايه في الوضع العائلي. وبرضه عايز اقول لكم على حاجة، ما تسرعوش في ان انت تبقى عايز توصل لحاجة او توصل لهدف معين بشكل اجباري، يعني لا، حاولوا كتير ان انتوا تكونوا يعني مرنين في التعامل اكتر، بالذات اليومين دول اللي هو 7 و8. الوضع المهني، كوكب عطارد واللي بيخص العمل والمال موجود ببرج الاسد لحد يوم 3، من يوم 4 موجود عندك، يعني بيروح بينتقل لبرج العذراء. فانت اول 3 ايام فانت هيكون عندك الوضع المهني شويه كتير، ممكن يكون في بعض الخلافات والاختلافات او الاشخاص اللي ممكن يضغطوا عليك، انت مش هتحس ده اول 3 ايام ان هيبقى في خلافات شديده، بس لو انت اديت فرصه لفكره ان انا ارد او انتقم، او ان انا ابقى عارف فكره ان انت تبقى قاصد تستفز حد، خلي بالك كتير من الانتقاديه والاستفزاز الاخرين، خاصه يوم 2 ويوم 3، لان وبالذات في التعاملات الماليه او الشراكات المهنيه، خلي بالك كتير، يعني اي حاجه متعلقه باموال او شراكه مهنيه فده ممكن ياثر لو انت استفزيت حد او دخلت في معاكسه او منافسه مع شخص. غير كده بالنسبه لك مش هتحس بصعوبه ال3 ايام الاولانيين في حاجه. من يوم 4 بتبدأ ان انت تنطلق مهنيا، بيبدأ عندك تقدم في الشأن المهني، تحسن بيبقى ملحوظ جدا جدا، عندك كتير من مشروع او بداية مهنية، اجراء معين هيبقى كتير ايجابي. فاذا الوضع المهني عندك تطوير وعندك ايجابيات عديدة كتير، بس الفكرة كلها ان هيكون عندك اشخاص قاعدين لك بالمرصاد، حاسدين بقى، حاقدين. انت عندك تميز مهني وعندك في نشاط وعندك حركة وعندك مشروع جديد، فكرة جديدة، ابتكار جديد، حاجة بتنجح فعليا، ولكن الفكرة كلها ان هيكون فيها اشخاص متربصين او عداءات بقى. عداءات يعني في اشخاص بيحاولوا كتير ان هم يأذوكم او يوقفوا لكم المراكب اللي بتسير بالنسبة لكم. فالنقطة دي هتقابلوها كتير خلال الاسبوع ده.
طبيعي جدا، لان الشمس موجوده ببرج الاسد، ومعنى ان الشمس موجوده ببرج الاسد فانت عندك العديد والعديد من الاحقاد والعداءات والاشخاص اللي بيحاولوا كتير ان هم يعطلوكم، وكمان في نوع من انواع الاذيه المتعلقه بتشويه السمعه. يعني في اشخاص بيحاولوا كتير ان هم يشوهوا سمعتك، في اشخاص بيحاولوا ان هم يتلسنوا عليك او يطلعوا اسوأ ما فيك ويستفزوك. لازم تكون حذر جدا. تعتبر انت من اكتر الابراج المنظوره او من اكتر الابراج المحسوده. خلي بالكم كويس قوي، لان عندكم فعلين هتبقوا بتيجوا بالنظره، يعني قد ايه هتبقوا منظورين، قد ايه هتبقوا اشخاص متسلطين عليكم احقاد والخ. فلازم نكون واخدين بالنا كويس جدا، لان عندك نجاحات مهنيه من يوم اربعه بتعيشها. طيب الوضع المالي، الامور الماليه بالنسبه لك انت بتحاول تستعوض ذاتك في الوضع المالي، بتحاول تكسب اكتر، يمكن يكون عندك مشروع او شغل جديد بتحاول تطوير ذاتك فيه عشان خاطر ان انت عايز تبقى حاجه مميزه او لخ يعني. فانت يا برج العذراء هيكون عندك اول 3 ايام مساعي وحركه لاجل كسب مال. وبالنسبه لك بعدين يعني من يوم اربعه يبقى بالفعل في بالنسبه لك انتصار في امور ماليه، في عندك حاجه بتجيب لك فلوس، حاجه هيبقى في فلوس جايه لك بالفعل، في انتصار في امور ماليه، في مكسب اضافي جاي لك في الشان المالي. طيب ده بالنسبه لي برج العذراء والوضع المالي. الامور العاطفيه، الوضع برج العذراء بقى الوضع العاطفي، احنا عندنا كوكب الزهره موجود بيه برج السرطان، وده بالنسبه لك المنزل ال11. فانت هيكون عندك الوضع العاطفي، الشيء المميز فيه الناس اللي هم مش مرتبطين، الناس اللي مش مرتبطين هيكون عندنا علاقات صداقه تتحول لامور عاطفيه، عندك علاقات صداقه بتدخل في اطار اللي هو دعم لبعضنا، حاله من الانجذاب، انت بتنجذب ليه هو ينجذب ليك، في ده جدا. في ابراز مشاعر قويه، يعني مشاعرك تتحرك ناحيه شخص ما من الاصدقاء، او انت قادر على جذب شخص ما. خلي بالكم كتير، لان فعليا عندكم القدره على انكم تجذبوا شخص من الاصدقاء ليكم جدا جدا، وبالفعل هيبقى عندك اصلا ازمات واللي هيحلها لك احد الاصدقاء. طيب فاذا برج العذراء عندنا النقطه دي موجوده كتير، يعني عندنا ممكن يحصل تحول علاقه صداقه لعلاقه عاطفيه. طيب اللي انا عايزه اقوله بقى كنصيحه، يعني برج العذراء دلوقتي انت عندك الاسبوع بالكامل، حاولوا كتير ان انتوا لو عايزين تاخدوا خطوه عاطفيه فده وقتها، فده وقتها. ليه؟ لان احنا من الاسبوع التاني هيبقى عندنا ضغوط عاطفيه وندخل في مشاكل عاطفيه، فوقتها هنبقى عارفين اللي هو نقعد نقول ايه، ما بلاش قرارات عاطفيه في هذا الوقت يعني. لكن الاسبوع الاول حلو ان انت تاخد قرارات عاطفيه، نوعا ما كوكب الزهره بيخدمك في ده. هيبقى تقيل عليك الوضع شويه بس مش تقله زي مش زي الاسبوع الثاني طبعا. طيب بالنسبه ليا برج العذراء ده ليه نصيحه للناس اللي هي مقبله على خطوات عاطفيه. الامور العاطفيه للناس المرتبطين، الناس المرتبطين حاولوا بس ما تسمعوش لحد، ما تدخلوش اشخاص باموركم العاطفيه، ما بينكم مشاكل الدنيا انتوا والاحبه او الحبيب الخاص بيك ما تعلنوهاش، ما تقولوش المشكله كده تبقى ما بينك انت والحبيب، تبقوا هاريين بعض، ما تقولوش. عارفين ليه؟ عشان حاجه واحده، عشان هتحسوا بحاله ضعف رهيبه جدا جدا لما تحكوا، لما تقولوا. فخلي بالكم كتير، خلي بالكم كتير من اعلان مشاكلكم العاطفيه، ده لو المشاكل لسه متواجده مش انتهينا، يعني مش بعدنا عن بعض، لا لو في مشاكل ولسه موجوده فما ينفعش ان احنا نحكي فيها لانها هتتصلح ببساطه، اذا احنا حكينا فيها فانتظروا الانفصال عامه خلال النص التاني. عشان اكون صريحه معاكم، انا بتكلم معاكم بشكل صريح جدا، هتعلنوا عن مشاكلكم هيدخل فيها اطراف، هتبقى العلاقه هتبوظ خالص، لكن غير كده لا، هيبقى فيها طاقه ان احنا نتحمل نوعا ما. تمام. بالنسبه للناس المنفصلين، الناس المنفصلين هيبقى عندك كتير طاقة عاطفية متعلقة بأشخاص آخرين، يعني حالة تعويضية من علاقة أخرى، أو من يعني إحنا انفصلنا من شخص، لا في صديق بيعوض، في حد بيقوي، في حد بيساعد وبيشجع على إن العلاقة لا ما ترجعش، لا بص لنفسك، لا اهتم بذاتك، ففي ده جدا. تمام. طيب بالنسبة لي برج العذراء للأمور العائلية، الوضع العائلي بالنسبة لنا هيبقى حلو كتير، في علاقات حلوة ولذيذة، ولكن الأمر لا يخلو من عداءات. مش معنى إن إحنا يبقى عندنا عيلة وناس حوالينا يبقى كلهم بيحبونا، يبقى كل الخير، وهو بصوا
احنا يمكن في زمن كده مفيش حد عنده كده يقول لك عيلتي كلها حلوة، كلها حلوة دي يبقى بيفتي، يبقى حد كده بيفتي، لازم يبقى فيه الشرف، لازم كده الدنيا تتعكر كده، عارفين، لازم الدنيا تبقى معكرة شوية. فعندك اشخاص على قد ما في ترابط عائلي، على قد ما في اشخاص هيكونوا حقودين او حسودين، في انت عندك حقد كتير وحسد كتير، وعندك كتير من الاشخاص اللي هيبقوا بيحاولوا يسووا عداوة ضدك. وهيكون بالنسبة لك خاصة يوم 7 ويوم 8 اللي في حد بيجادل معاك، شايف ان انت واخد حاجة اكتر منه، شايف ان انت بتتدخل في شؤون مالكش فيها، فيبقى في حالة جدل في التعاملات العائلية، وده هيبقى امر بالنسبة لك سخيف نوعا ما، هتبقى متضايق كتير من هذه النقطة. الوضع الصحي خلي بالكم كتير على صحتكم برضو، لان الوضع الصحي هيبقى مشاكس، وده ممكن يعطلك او يأخرك عن بعض الاجراءات. حاولوا كتير تاخدوا بالكم من صحتكم، اهتموا بصحتكم خاصة الصحة الظاهرية، عارفين ليه؟ لأن الصحة الظاهرية بالنسبة لك هتبقى داعمة كتير للنفسية، وده اللي احنا عايزين نلعب عليه قوي قوي خلال الفترة دي، انك تدعم نفسيتك بزيادة. عامة مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده، بتمنى كتير اني اكون فدتكم، ما تنسوش اللايك وشير الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.